إلى طبيبين من إخواننا، أحدهم يزعم بأنه طبيب يعني شو بتسمون الطب العربي العربي، والآخر طب غير عربي. فأنا أريد أن أسألهما وهما يسمعان صوتي لا يكاد يبين ويظهر ما في القلب من المعاني، هل استمرار في الكلام ينفعني طبا ماديا، أما طبا أخرويا فينفعني ولو كان فيه الهلاك؟ هل ينفعني من ناحية طبية الاستمرار في الكلام؟ وحينئذ إن كان ينفعني فأنا أستمر كما سمعتم، وإن كان لا ينفعني ما أقول لا أستمر لكن أستشيركم، فما قولكم؟ رقم واحد هنا ورقم اثنين هناك، لأنه طب عربي هناك طب غير عربي. حقيقة في هيك أمر إذا كان يعني في القلب شيء يعني لا قلب شباب ما شاء الله، بس في الحنجرة التهاب ومنذ أمس وأنا أبصق دما. فالطب العربي يمكن أمره أدق من الطب غير العربي. الطب العربي ما بيحاول يعرف بدقة ماذا يشكو المريض، فأنت بدأت تبني جوابك على إذا كان القلب مريضا، لكن هو ينبغي الفحص قبل الإجابة. الطب غير العربي بيفحص المريض من رأسه إلى خمس قدمه. المقصود أنا لا أشكو الآن، وكثيرا ما نجلس مثل هذه المجالس بفضل الله عز وجل، ما أشكو إلا من التهاب الحنجرة منذ أسبوعين تقريبا، ومنذ الأمس القريب إلى هذا الصباح أبصق دما. فهل ينفعني في الحدود التي وضعتها آنفا الاستمرار في الكلام أم أكون مستمعا؟ إن شاء الله لن يضرك، ونحن لن نتعبك إن شاء الله، لكنه لن يضر. يعني لماذا؟ لأن يعني إذا كان القلب سليما في الدرجة الأولى والرئتان أيضا سليمتان، فهذه يعني الحنجرة التهابها يعني جزئي، فيمكن معالجتها بسهولة في الطب العربي. وأنا لدي مسود لكتاب جديد إن شاء الله أختار لك دواء عربيا وأشتريه لك يعني غدا إن شاء الله. لكن هل من طبك أن يعالج الداء قبل استشرائه واتساعه، أم ندعه يتسع ثم نعالجه؟ أنت إذا جاء الداء فعليك أيضا بمهاجمته، أن تقفه عند حده ولا تتركه يستشري. فهذا الكلام خلاف كلامك الأول. لماذا؟ لأنك تقول أنك أمضي أنت في كلامك، ولو زاد المرض فإني سأعاليه بكذا وكذا. لأني علمت أن القلب إن شاء الله يعني نتكلم عن الحنجرة فقط. الحنجرة نعم. معليش عندك نخليها يتوسع المرض والالتهاب في الحنجرة بحجة أن نعالجها، أم نعالجها آنيا؟ بالأمس ذكر الدكتور أمامي هذا الأمر، فقلت له أن على الشيخ أن يشرب الحليب والزنجبيل والعسل. هذا قد فعلته، ولكن أنا أسأل عن الآن. آنيا لا بأس من إعطاء كلام، لكن لا نريدك يعني أن ترهق في هذه الجلسة، سوف نريحك إن شاء الله. يعني من إجابة بعض الأسئلة إذا كان ذلك لا يزعجك، أما إذا كنت تشعر بالجهد والتعب فلا بأس في أن تستريح. اختلط عليه الأمر يا أبا محمد، لأنك أنت تقصد التعب البدن ولا الحنجرة؟ التعب الحنجرة والبدن. لا البدن شباب كما تقول. نعم.
لكن نحن نتكلم عن الحنجرة. إذا كان هناك من ألم فدع الكلام. نحن نسأل هل الحنجرة وقد وصل بها الأمر إلى هذا المقدار أنه في دم؟ إذا كنت تشعر بالجهد والتعب فلا بأس في أن تستريح. اختلط عليه الأمر يا أبا محمد، لأنك أنت تقصد التعب البدن ولا الحنجرة؟ التعب الحنجرة والبدن. لا البدن شباب كما تقول. نعم. لكن نحن نتكلم عن الحنجرة. إذا كان هناك من ألم فدع الكلام. نحن نسأل هل الحنجرة وقد وصل بها الأمر إلى هذا المقدار من الالتهاب انه في دم رصف الدم هل يكون بزيادة اتعابها ام بإراحتها؟ إراحتها. اذا هذا هو الجواب. إراحتها. اعتمدت على هذا الجواب. نعم. نشوف الجواب هناك الغربي. جواب يصدر مني مش منك. لكن نحن نسأل الأطباء نقال نشوف شو رأيهم. لا هذا صار بسيط. نعم ما عندك؟ سمعت ما قال زميله وما أدري إذا كان تعبيري زميلك صحيحا أم لا، أنه هو من نوعية وأنت من نوعية أخرى. هو طب نباتي وأنا جراحة. أيوة. النقضاء يعني. طيب. ما رأيك؟ وصحيح يعني ما دام الدم بدأ ينزل هذا دليل على انه ان شاء الله يعني اللوزتين حصل فيهم هذا الانفجار اللي كان مسبب الالتهاب واللي كان يعيق الصوت طبعا ويمنعك من الصوت من التكلم. فالان ان شاء الله يعني لا بأس في الكلام، لانه ما دام يعني اللوزتين نفسهم يعني صار فيهم عملية انفجار خروج الدم هذا اللي هو كان مسبب الورم، ان شاء الله تعالى يعني هذا بيكون خير إذا استمرت الكلام. للجميع. هات نشوف وين. تفضل. طبعا الأسئلة في منها علمية جدا فهذه أخرتها نسبيا يعني حتى. طيب.